الماضي يلي دفعنا عن المنطقة بأحلك ظروفها وبأصعب ظروفها. قعدنا مع بعضنا وعملنا إعادة نقدية تنشوف ليش نحن سنة 90 خسرنا الحرب. شفنا أنه في سببين وراها. أول وحدة هي أنه نحن ابتعدنا عن جوهر القضية وما عاد في عنا قضية واضحة تنناظر من أجلها، لأن كل زعيم بوقتها اختزل القضية بقضيته بمشروعه للوصول إلى السلطة، وصرنا نحن عم نحارب كرماله تيوصل على السلطة. تاني سبب هو الصراعات الداخلية الدموية اللي صارت بيناتهم يلي خلتنا وصلتنا إلى وضع حقيقة مدمر بالمجتمع تبعنا. انطلاقا من هون نحن قررنا إنه أي شيء بدنا نعمله بالمستقبل بده يأخذ بعين الاعتبار هالنقطتين بالذات، حتى نحن ما نرجع نكرر أخطائنا ونكون استفدنا منه حتى نبني حقيقة مستقبل أفضل لأولادنا ونسلم لأولادنا بقى بلد آمن وبلد حقيقة يكون فيه حرية وأمان وكرامة وسوية الكل. مشان هيك نحن طرحنا على مؤسساتنا الحزبية إنه تمارس بالداخل يصير فيها ممارسة ديمقراطية بالداخل ويصير فيها التداول على السلطة بشكل انه تفتح الباب لكل الشباب يلي عنده طموح انه يفجر طموحاته داخل المؤسسة ويقدر من داخل المؤسسة اذا كان اشتغل حقيقة بجدية يقدر يوصل. بهالطريقة هيدي نقضي على الصراع على السلطة الدموي يلي صار بالماضي حتى ما يرجع يتكرر. والنقطة الثانية نحن بدنا اياها هي انه يصير في عنا هدف واضح للنضال، اي شو هي القضية نحن لازم نرجع نناضل من أجلها حتى نعيش بحرية وأمان وكرامة ومساواة بهالبلد. مشان هيك يكون في عندنا مشروع، وهالمشروع هيدا يكون حقيقة واضح ويكون مشروع عيش. وهيدي أول شغلة نحن عملناها بجبهة الحرية وتأسسناها إنه اشتغلنا على مشروع واضح وصريح مبني على نقطتين المناطقية والحياة تبع الأمم.